بين الأمل والأمنيات، يترجم هذا الشاب المتفوق مساعيه الطويلة نحو استكمال دراسته الجامعية، متشبثاً بعمل يوفر من خلاله الرسوم الدراسية ومصروفه الخاص. يرسم المستقبل بيديه مع انعدام المقومات الرسمية التي يمكن أن تسانده مالياً. بدرس في الجامعة الإسلامية قسم الآي تي، فرع الوسائط المتعددة وتطوير الويب، ومن الطلبة المتميزين في الدفعة الأول على الدفعة. طبعا بشتغل وأنا في نفس الوقت بدرس في الجامعة، من باب أنه بوفر إلي حق الفصل، حق مصروفي، مثلا المصروف الشخصي بيكون من راتبي، أو الراتب ممكن أساعد الوالد فيه أدفع له الرسوم. الوقت الذي يقل فيه الزبائن هو ثمين بالنسبة لمحمود، حيث يستغله بالدراسة رغم ضيق الوقت، فهو يعي تماماً أن من يعشق العلم والقلم يجب أن يعزف الألحان للعقبات لكي تتحول إلى سيمفونية نجاح باهر. فيش شغل مثلاً راقت شوية هيك، بحط اللابتوب على الطاولة وبأدرس، من ناحية أنه بأستغل الوقت. وفي أيام الدوام هو يعني ما بيجبروني مثلاً أنه يا بتشتغل يا بتشتغلش، لا، في أيام بيكون مثلاً علي الجامعة من 8 للساعة 10، وفي مثلاً عندي بريك ساعتين أو 3 ساعات. هدول ال3 ساعات مش بقعد في الكافتيريا وبقعد، لا، بروح على الكافي وبشتغل الساعات هذه وبتقاضى راتبها طبعاً. الطالب محمود هو مرآة صادقة للطلاب في قطاع غزة، لكنه محظوظ أنه وجد فرصة عمل تعينه على دفع رسومه الجامعية المرتفعة في بلد يشتكي ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة البطالة. في ظل ارتفاع تكلفة التعليم الجامعي في قطاع غزة، وفي ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، يحاول بعض الطلبة اللجوء إلى العمل في محاولة منهم لتسديد الأقساط الجامعية المرتفعة، ولكن صراحة هذه النسبة قليلة جدا، حيث تسير الإحصائيات إلى حوالي 53% بطالة في المجتمع الفلسطيني، وتصل في صفوف الشباب إلى حوالي 70%. وحسب حملة تخفيض الرسوم الجامعية، فإن 30,000 شهادة جامعية محتجزة لدى الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، رغم إتمام الطلبة كافة المساقات العلمية والعملية، ولكن لم يستطيعوا سداد كامل رسومهم الجامعية. أرقام صعبة في مجتمع يتخرج من جامعاته سنوياً قرابة 18,000 خريج من تخصصات مختلفة. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.